طب هل حصل معاكي انك تعرضتي لضرب من جوزك بسبب انك بتحبي الفن وفضلتي الفن عليه؟ لا انا ما فضلتش الفن عليه. انا قلت له انا بحب الفن واتضربت كتير. قال لي يا تشتغلي بالنهار قدرات يا بالليل مسرح. اخترت المسرح. مسرح احترام وباب واحد كلنا بنخش منه. والجمهور بيديك حقك. وباخد براحي في الكواليس. والفنانين فاتحين اوضهم لينا. اللي عايزه تاكل تخش تاكل، اللي عايزه تشرب تخش. يعني اسره واحده. غير الاوردرات دي هنكشف. ده يزعق لده وده يزعق لده وده بيترسم على ده وده كده. والله زي ما بخليك. اشتغلت 12 مسرحيه. بتحبي المسرح اكتر؟ قوي. قوي قوي قوي. المسرح جميل. وضربت جوزك؟ ضربني. ده ضربني بطحني وايديا اتجبست كله. والله. وكملتي معاه؟ كملت. قعدت معاه 37 سنه لحد رحمه الله لما خده عنده 61، وانا دلوقتي عندي 66. العمر كله يا رب. يديك العمر.